المعارضة السورية فاجأت الفصائل المسلحة المقربة من إيران والنظام السوري بتقدم كبير للغاية خلال 48 ساعة الماضية. التفاصيل تحدثت عنها النيويورك تايمز، كلاش ريبورت، والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وهذه التطورات العسكرية جرت ولا زالت تجري في شمال غرب سوريا وتحديدا باتجاه مدينة حلب. المنطقة باللون الأخضر هي تحت سيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا، أما المناطق باللون الأحمر فهي تحت سيطرة النظام السوري وجيش العربية السوري بكل تأكيد المدعوم من روسيا وكذلك أيضا من إيران، وهنالك تواجد للفصائل المسلحة المقربة من إيران بالإضافة إلى حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بشكل عام في هذه المناطق. كان هنالك اتفاق قد وقع في عام 2020 بين تركيا وبين الجانب الروسي من أجل فض النزاع، أبقاء الجغرافيا والحدود بهذه الطريقة بين الطرفين المتنازعين. ولكن الذي جرى في حقيقة الأمر هو تطور يوم الثلاثاء كان كبيرا على فصائل المعارضة، حيث كانت هنالك ضربات مدفعية من النظام السوري بشكل عام باتجاه حلب وتحديدا أو باتجاه إدلب عفوا، مدينة أريحة تحديدا هي التي استهدفت، وكان هنالك 14 جريحا بالإضافة إلى مقتل 3 أطفال جراء هذا الاستهداف الذي طال مدرسة ابتدائية بالإضافة إلى معهد للعلوم الشرعية واللغة العربية. وهذا هو الأمر الذي أغضب تماما المدنيين المتواجدين في تلك المنطقة وطالبوا فصائل المعارضة بفعل شيء لحماية المدنيين، وهذا هو الذي دفع هذه الفصائل للإعلان عن عملية ردع العدوان التي بدأت يوم أمس. وظهرت التحشيدات لهذه الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام بهذا الشكل وهي تتجه باتجاه حلب، وهنالك تعزيزات أيضا من قبل النظام السوري والجيش العربية السوري من أجل مواجهة هذا الهجوم القادم من قبل المعارضة. ولكن المعارضة حققت تقدما كبيرا للغاية إلى درجة أن النظام السوري والجيش السوري ظهر وهو ينسحب بهذه الطريقة من العديد من البلدات، وكان هنالك العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين، لكن العدد الأكبر بين عناصر الجيش السوري بشكل عام والفصائل المسلحة المقربة من إيران وحزب الله، وحتى كان هنالك قتلى من عناصر الحرس الثوري الإيراني. أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قد قتل وتم الإعلان عنه اليوم من قبل المصادر الإيرانية بنفسها. وهذا الهجوم بشكل عام باتجاه مدينة حلب هو الهجوم الأخطر الآن من هذا المحور. هنالك 3 محاور يتم فيها التقدم من قبل فصائل المعارضة، محورين من هذه المحاور هي من دارة عزت وكذلك أيضا من الأتارب، وهنالك 7 اتجاهات تعمل عليها فصائل المعارضة في عملية التقدم باتجاه هذه المناطق. طبعا الجيش العربية السوري والفصائل المسلحة المقربة من إيران كانت تحاول التصدي لهذا التقدم، لكن التقدم كان كبيرا وسريعا، تمكنت الفصائل المعارضة من دفع كل هذه القوات الموالية للنظام السوري وكذلك الجيش السوري إلى تقريبا مدينة حلب وضواحي مدينة حلب، وتمكنت من السيطرة على أكثر من 18 بلدة أو قرية، وأعداد السيطرة وأعداد البلدات بدأت تزداد ساعة بعد ساعة. كذلك تمكنوا أيضا من جهة الأتارب من دفع الجيش السوري والفصائل المسلحة المقربة من إيران خلف طريق M5، لا بل إن أطراف المعارضة وفصائل المعارضة سيطرت أساسا على طريق M5 المهم للغاية. ونلاحظ هنا إذا ما ألقينا نظرة على الأتارب وبعد ذلك نلقي نظرة على دارة عزت، سنلاحظ في الأتارب على سبيل المثال هذه هي الأتارب، ولاحظ كيف التقدم كان واضحا وتمت السيطرة على الطريق M5 المهم الذي يربط مدينة حلب مباشرة بالعاصمة السورية دمشق. واضح جدا التقدم، كل هذه مناطق تقدم. كذلك أيضا تلاحظ من دارة عزت على سبيل المثال تمكنت الفصائل المعارضة من التقدم بهذا الشكل الكبير باتجاه مدينة حلب كما نلاحظ، وأن هنالك سيطرة أيضا على خان العسل. ونلاحظ هنا أن هنالك 3 طرق في هذه المنطقة هي التي استخدمت في عملية التقدم. نلاحظ أولى هذه الطرق ونأخذها باللون الأسود، هذا هو الطريق القادم من دارة عزت، وكذلك هذا طريق آخر باتجاه خان العسل، وهذا طريق آخر باتجاه حلب أيضا. وبالتالي النظام السوري أصبح في مشكلة وأصبح يحاول الدفاع عن شمال غرب وغرب وجنوب غرب
هذه المدينة التي أصبحت مهددة من ثلاث اتجاهات. وعلى سبيل المثال إذا ما أخذنا واحدة من الأدلة عن هذا التقدم المهم هو ما ظهر في أورم الكبرى تحديدا. كان هنالك مقطعا مصورا لمصورين ومقاتلين صحفيين قد سيطروا على هذه المنطقة من الأطراف المعارضة. طبعا كما نلاحظ هنالك السيطرة على مقرات خاصة بالجيش السوري، وكانت هنالك بعض اللقطات التي أوضحت طبيعة هذه المنطقة بالضبط. نلاحظ هذا المبنى المكون تقريبا من طابقين وله شكل هندسي واضح، وأيضا نلاحظ إلى اليمين من هذا المبنى هنالك مبنى آخر ومبنى بهذا الشكل مع هذا الطريق. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي باتجاه أورم الكبرى التي تحدثنا عنها، فإن هذه المنطقة نلاحظ فعلا أن هنالك نقطة متطابقة مع ما رأيناه، وهي هذه المنطقة. نأخذ صورة أوضح لكي توضح لنا أن فعلا هؤلاء المقاتلين أصبحوا حاضرين عند هذه المنطقة. وتلاحظ هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه بطابقين، نفس التصميم للمبنى، هذا هو المبنى الثاني المجاور له، وبالتالي كل شيء يتطابق ويوضح لك بأنهم فعلا مسيطرين على هذا الطريق. والسيطرة على هذه النقطة يعني السيطرة على طريق المؤدي بشكل مباشر إلى مدينة حلب. وتلاحظ هنا هذا هو الطريق المؤدي إلى خان العسل، وهذه هي خان العسل كما نلاحظ التي سيطرت عليها أطراف المعارضة، ولم تبقى إلا كيلومترين فقط لنرى معركة كبيرة للغاية في هذه المنطقة تحديدا التي نتحدث عنها. وبشكل عام التقدم يجري ليس فقط في هذه المنطقة كما تحدثنا، هنالك محور آخر، والمحور الآخر هو يأتي باتجاه سراقب. وطبعا بالنسبة للمعارضة سراقب ومنطقتين طبعا أخرى أو منطقتين أخريتين هي من المناطق التي تعتبر مهمة بالنسبة لهم. لماذا؟ نلاحظ هنا سراقب على سبيل المثال، فصائل المعارضة الآن بتقدمها وبدء السيطرة عليها إن لم تكن قد سيطرت عليها تبحث عن السيطرة عن سراقب ومعرة النعمان وكذلك خان شيخون، وذلك من أجل إعادة أكثر من 2 مليون نازح من هذه المناطق إلى ديارهم، وهذا هو الذي سيعطيهم الدعم الشعبي المطلوب في أي معارك مستقبلية ضد النظام السوري أو الفصائل المسلحة أو حزب الله المنتشر في هذه المنطقة. وبالنسبة للأطراف المعارضة الآن من طبيعة هذا التقدم ورغبتهم بالسيطرة على حلب وغيرها طبعا هو لإبعاد عناصر النظام السوري وحلفاء هذا النظام إلى الخلف تماما، من أجل حماية المدنيين الموجودين في هذه المناطق الخضراء من ضمن محافظة إدلب طبعا كما نراها هنا. بالتالي الهدف واضح جدا، تأمين هذه المناطق ومحاولة تحرير المزيد من المناطق أو السيطرة عليها، لأن هناك كثير من أهالي هذه المناطق تركوا منازلهم ونزحوا إلى هذه المناطق باللون الأخضر، وهي مسألة مهمة بالنسبة للمعارضة. لكن بالنسبة للجيش العربي السوري هو الآن يمر بثلاث مراحل لا بد من الانتباه لها. المرحلة الأولى هي محاولة امتصاص هذا الهجوم القادم من هذه المعارضة قدر الإمكان، زخم بشري كبير، خطة معدة من شهرين كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبعد ذلك الدخول في مرحلة استيعاب هذا الهجوم في المرحلة الثانية التي هي تعتبر مرحلة ضرب الخطوط الخلفية وخطوط الإمداد لهذه الأطراف أو أطراف المعارضة، وكذلك محاولة استنزاف أطراف المعارضة قدر الإمكان كمرحلة ثانية. وفي المرحلة الثانية يكون هنالك تعزيزا أيضا للقوات السورية من أجل لملمة الجراح، والمرحلة الثالثة تكون عبارة عن الهجوم المرتد على هذه الأطراف المعارضة من أجل إعادة السيطرة مرة أخرى على المناطق التي كان يسيطر عليها النظام السوري ومحاولة أضعاف هذه القدرات الهجومية التي ظهرت فجأة ضدهم. لكن ليس واضحا ما إذا كان الجيش العربي السوري والفصائل المسلحة المقربة من إيران أو حتى روسيا قادرة على صد ما هو قادم، وذلك بسبب توقيت هذا الهجوم القادم من هذه الفصائل المعارضة، حيث أننا نرى بأن هذا الأمر تصاعد بشكل كبير من هذه الفصائل المعارضة بعد إيقاف إطلاق النار
بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني الذي ضعف كثيرا، انسحب خلف النهر الليطاني، تأثرت قدراته الصاروخية وقدراته اللوجستية، ولم يعد قادرا فعلا على تحقيق الكثير من المواجهات كما هو سابقا. وبالتالي بالنسبة للمعارضة الآن أن تبدأ بالهجوم على هذه المناطق هو أيضا تحويل جغرافيا هذه المنطقة لصالح المعارضة كي لا تكون جغرافيا آمنة لحزب الله اللبناني فيما بعد من أجل لملمة الجراح ومحاولة العودة مرة أخرى من أجل تصعيد الأمر السيطرة مرة أخرى، زيادة النفوذ مرة أخرى ولمواجهة إسرائيل. بالتالي الفصائل المعارضة هنا تريد تأمين هذه المناطق لصالحها، كذلك أيضا في نفس الوقت أن الجانب الروسي منشغل في الحرب الروسية الأوكرانية. الوضع ليس كما كان عليه في السابق، وروسيا سحبت الكثير من مقدراتها وقدراتها العسكرية، بالتالي ليس واضحا إذا ما كانت روسيا ستكون قادرة على دعم النظام السوري بالشكل الممكن لصد هذا الهجوم المخطط والمعد له بشكل كبير من قبل هذه المعارضة. بالتالي أيضا الطرف الإيراني لديه مشكلة في طبيعة النفوذ في هذه المنطقة، بالتالي نظام الأسد أو نظام بشار الأسد بشكل عام لديه الآن مشكلة في مواجهة ما هو قادم، لأن الجانب الإيراني، حزب الله، روسيا ليسوا في موضع أو في موضع راحة أبدا، وإسرائيل ضربت الكثير من النقاط ما بين سوريا وكذلك ما بين لبنان لإيقاف عمليات شحن الأسلحة التي تأتي في هذه المنطقة. بالتالي حتى نقل القدرات صعب بالنسبة لحزب الله اللبناني لمساندة الجيش العربي السوري. كذلك يجب أن لا ننسى العشائر العربية التي ظهرت في الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية وهي تسيطر على البوكمال وقامت بمواجهة الأطراف أيضا الإيرانية الموجودة هناك وقامت بالسيطرة عليها، وكان هنالك نزاعا كبيرا في هذه المنطقة. بالتالي خطوط الإمداد تبدو معقدة بالنسبة للجانب الإيراني في هذه المنطقة. لا بل ما هو مثير أن هذه العشائر العربية أعلنت دعمها التام لما تقوم به فصائل المعارضة، وكان هنالك خطابا ظاهرا من هذه العشائر العربية بهذا الشكل وهي تساند تماما الفصائل أو فصائل المعارضة ضد النظام السوري بشكل عام. وكانت هنالك أنباء تحدثت بأن الرئيس السوري بشار الأسد اتجه إلى موسكو وهنالك لقاءات تجري ولقاء مع فلاديمير بوتين بسبب هذا الوضع المتصاعد وبسبب أن الأمور فعلا تبدو خطيرة للغاية، ومن الممكن أن تتم إعادة ترتيب هذه المنطقة مرة أخرى، ليس فقط من ناحية المفاوضات أو غيرها وإنما أيضا من ناحية القتال المباشر.